بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجيه هو معي الان عبر الهاتف. اذا معالي السفير اهلا بك اولا، واطلعنا على تفاصيل اكثر بخصوص جوله وزير الخارجيه لو سمحت. اهلا بحضرتكم. طبعا السيد الوزير اتجه الى العاصمه الدنماركيه كوبنهاجن لحضور منتدى وزاري يتعلق بالاوضاع في الصومال. هذا اجتماع دولي يعنى بتقديم المساعدات الدولية إلى الصومال في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها والتي تواجهها الحكومة الصومالية. وفي طريق السيد الوزير إلى كوبنهاجن يعني يتوقف اليوم في العاصمة الفرنسية باريس للقاء مع سمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث سيتناول معه الأوضاع في المنطقة والوضع العربي بشكل عام والعدد من الملفات الإقليمية، خاصة الأوضاع في العراق والأزمة السورية وتطورات القضية الفلسطينية. ثم يتجه بعد ذلك الوزير سامح شكري إلى العاصمة البريطانية لندن لمقابلة وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، حيث سيتركز الحوار والتشاور بينهما حول القضية الفلسطينية في ظل التوتر المتنامي والمتصاعد في القدس الشرقية نتيجة السياسات الاستفزازية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق باستمرار النشاط الاستيطاني أو السماح للمسؤولين وللمستوطنين باقتحام. تمام. طيب، وطبعا كل هذا النشاط الدبلوماسي المكثف بيأتي كتوطئة لجولة الرئيس السيسي. يعني طبعا في حراك إقليمي بتشهده السياسة الخارجية المصرية منذ الانتخابات الرئاسية الماضية، في تعافي كامل للدور الإقليمي المصري وفي ترحيب إقليمي ودولي باستعادة مصر مكانتها الإقليمية، لأن الفراغ الذي تركته في السنوات الأخيرة الماضية لم تستطع أي قوة إقليمية أن تملأه، وبالتالي ففي تحرك إقليمي واسع وفي تحرك أيضا دولي. الملفات العربية والملفات الإفريقية تأتي في صدارة الاهتمامات، ومن هنا جاءت جولة السيد وزير الخارجية الحالية لتناول الوضع في القرن الافريقي والوضع في الصومال. بالنسبه للصومال تحديدا، هل في يعني نظره جديده، رؤيه جديده لحل المشاكل اللي هناك؟ احنا شايفين يعني نوع من التنسيق القوي بين مصر وبين اطراف عديده وحتى بين المسؤولين الصوماليين، فايه اللي بيحصل دلوقتي؟ في رؤيه جديده بتتبلور ولا ايه اللي بيحصل؟ بالفعل هو في طبعا في رئيس صومالي وهناك رئيس وزراء، يعني هناك قدر من الخلافات بينهما، في جهود إقليمية دولية لإزالة هذه الخلافات، لأن يعني الحكومة تحتاج لتوحيد الرؤى في الصومال لمواجهة حركة شباب المجاهدين الإرهابية والتي تعمل على زعزعة الاستقرار في الصومال وفي منطقة القرن الإفريقي. أيضا في هناك حاجة للمساعدات الإقليمية والدولية، وده هتكون فرصة للسيد وزير الخارجية ليعرض للمساعدات التي تقدمها مصر للأشقاء في الصومال. تمام. بما يمكن الحكومة الصومالية من استعادة الأمن والاستقرار هناك. معالي السفير، ايه تعليقكم على عودة السفراء الخليجيين إلى الدوحة؟ يعني أنا ليس لي أن أعلق، يعني هذا شأن يخص الأشقاء في دول الخليج، و يعني هناك كما ذكرت لقاء بين السيد وزير الخارجية وسمو الأمير سعود الفيصل، وسيتم تناول الوضع العربي بشكل عام اليوم في باريس خلال توقف السيد الوزير سامح شكري. تمام. ولكن هل ممكن تطلعنا، هل كان هناك تنسيق مع مصر؟ مصر كانت عارفة ده بشكل رسمي مسبقا؟ يعني لا أستطيع، يعني ليس يعني لدي معلومات في هذا الشأن، والتعاون والتشاور لم يتوقف على الإطلاق بين مصر وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، إن كانت طبعا السعودية أو الإمارات. تمام. طب تتوقعوا تغير في السياسة القطرية تجاه مصر؟ يعني من الصعب لأوانه القفز إلى نتائج في الوقت الراهن، ويعني دعينا نتابع الأمور على أرض الواقع حتى يتم استخلاص نتائج في هذا الشأن.
أنا بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية.